صبحنا وربحنا يا رب. ايوه يا استاذ تعالى تعالى. ايوه يا استاذ هات هات تعالى تعالى هات هات كده بس. هات ورا بقى هات ورا. ايوه بقى هات يا استاذ هات. ايوه زي ما انت يا استاذ هات هات كمان هات يا استاذ هات يا استاذ هات يا استاذ هات 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 يا استاذ هات هات. هبقى اكسدوم جديد يا استاذ. يا ابني متخلف يا ابني ما بتعرفش تركن ما تركنش. ايه يا استاذ ما طول عمري بركن عربيات يا استاذ. ما انت بقالك ساعه عمال تقول لي هات 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 لغايه لما كسرت العربيه. هو اي حد يا استاذ يقول لك هات تجيب؟ على فكره يا استاذ انت اللي ما بتعرفش تسوق. انا ما بعرفش اسوق؟ ده انت غلط اسود. انت عزف؟ نعم بابا. قول لي قليل الادب اللي ما تربيتش انا ما شفت نص ساعه تربيه. انت حكيت البنت بنت ام سماح النهارده؟ لا ما تكدبش. البنت قاعده لوحدها وامها مسافره وامها قالت لي. طب طالما ام سماح مسافره عرفت منين انا حكيت بنتها؟ قالت لي بالتليفون يا اخويا. ايوه بتكلم النهارده عشان اعرف ايه ايه انت وبت ايه. خلاص خش انت جوه دلوقتي. ما انا داخل بس قلت لي بقى انت وبت ايه. بقول لك خش جوه خلاص. لو انا بس قول لي قلت لي انت وبت ايه. عزيزك ما تخش جوه. ايه ده تصويرتني كمان. طب والله لا قال لي ماما. ماما مين ولا خد